اتصال هاتفي من الدولة الإيرانية حسن روحاني إلى عادل عبد المهدي ما قبل الاستقالة. عادل ابن مهدي قواك الله أخوي، عادل ابن مهدي قواك الله أخوي، شلونك؟ أخبارك؟ شنو شلون الولد؟ شبيك خايب؟ ليش قاطع فرد نوبل؟ البارحة نخابر عليك وما ترد. لحد يخابرنا شبت روح أبوك، لحد يخابرنا شبت روح أبوك. الورطة هاي انتم ترى تسدونها، ساحة التحرير ترسوها الجنوب، الدنيا باكر راحوا يقلبونها. ما نروح منا، كن على ثقة، وكل متظاهر موجود هنا لسان حال كل متظاهر يقول ارجع اختار القبر بيتي وما ارجع لبيتي. خايف الشغلة صارت شغلة كرامة. عادل ابن مهدي قواك الله اخوي، شلونك؟ اخبارك؟ شنو شلون الولد؟ شبيك عادل؟ ليش قاطع فرد نوب؟ البارحة نخابر عليك وما ترد، لحد يخابرني شبت روح ابوك. الورطة هاي انتم ترى تسدونها، ساحة التحرير ترسوها الجنوب، الدنيا باكر راحوا يحرقونها. والله لو قالوا على ايران الهجوم صدق شواربكم يزينونها. اخذوا الاولاد ملحه معلمين، قاعهم للموت ما يطونها، قاعهم مطوها مدري الشم شهيد مخبر انت بكيفك يتيهونها. نبقى هنا، نبقى ايران، والله ايران ما سويت نبقى احنا، انزف شهداء نقطع عوائل باقين ما طول على حق. اخذوا الاولاد ملحه، اولاد ملحه معلمين، قاعهم للموت ما يطونها، قاعهم منطوها مدري الشم شهيد مخبر انت بكيفك يتيهونها. مستمرين ان شاء الله، وبعد مستمرين وبعد الديار الجار تجي وراه مستمر، حتى وسهل حجر الشعب امشي مطالبنا تتلفت. التوجعك يتونسون على الرصاص، القنبله الصوتيه ما يردونها، مقابل يريدون طيحك لو اطيح، مقابل يريدون طيحك. العركة شم يا بنادم يشمونها، احرار كلش ما قعدهم تاج راس عمامتك من عال ما يشترونها. احرار كلش ما قعدهم تاج راس عمامتك من عال ما يشترونها. العقل باعتهم وذلوها الاولاد وطيح لك حظ اللي يلبسونها. صاحوا الشيوخ العشائر يا الكبار كافي طلعتوها من معونها. احنا نبنيها الكرامه بدم شباب وانتم ترجعون وتدمونها. مو بكيف ما معلم حر يعيش روحته هو الناس اللي يذلونها، مو بكيف ما معلم حر يعيش روحته هو الناس اللي يذلونها.